بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى ذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. رب تمم بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، ثم مسألة. والإيمان والإسلام واحد. الإيمان والإسلام واحد. خلفية ذكر هذه المسألة كما بينه عصام الدين في الحاشية، يقول: لما جعل الأعمال خارجة عن الإيمان. ومن فيما مضى قال المصنف: فأما الأعمال فهي تتزايد في نفسها، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. وبهذا القول قال المصنف أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، بل هي خارجة عنه كما بينه الشارح. ثم: ومن مقدمات دليل من جعل الإيمان مشتملا عليها أن الإسلام والإيمان متحدان. بعض من العلماء جعل الإيمان مشتملا على الأعمال، من مقدماتهم هذا الإسلام والإيمان واحد، فإذا ينبغي أن يشتمل الإيمان على الأعمال. فصنيع المصنف موهم كان ذلك. لما جعل الأعمال خارجة عن الإيمان كان ذلك موهما للمخالفة في المقدمة أيضا، نبه على الموافقة فيها. يعني الخلاف في المطلوب فقط، ليس في المقدمة. ما هو المطلوب؟ المطلوب يعني الأعمال خارجة عن الإيمان، أما اتحاد الإسلام والإيمان هو من مقدمات دليلهم، ففي هذه المقدمة ليس خلاف. نعم. والإيمان والإسلام واحد. رغم ذلك هذا لا يقتضي أن يكون الإيمان مشتملا على الأعمال، هذا دعوى المصنف. لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد. الخضوع والانقياد هذا معنى الإسلام لغة، بمعنى قبول الأحكام والإذعان. هذا معنى الإسلام، الخضوع والانقياد، يخلع لأي شيء وينقاد لأي شيء. هذا الخضوع والانقياد بمعنى القبول. ماذا يقبل؟ يقبل الأحكام. وكذلك الإذعان هو الخضوع والانقياد، فإذا الإذعان هو الإيمان فصار واحدا. نعم. وذلك حقيقة التصديق. الإذعان وكذلك قبول الأحكام وحقيقة التصديق على ما مر. ويؤيده قوله تعالى، يؤيد اتحاد الإيمان إيمان والإسلام، قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أولا قال أخرج الله تعالى من هذه القرية من كان فيها من المؤمنين، ثم قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن هذا مسلمون هم المؤمنون أولا، عبر عن قوم واحد بعبارتين مسلمين مؤمنين، فيدل هذا القول على اتحادهما. وبالجملة لا يصح في الشرع الحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم، أو مسلم وليس بمؤمن. هذا معنى قول المصنف والإيمان والإسلام واحد، يعني هناك اختلاف في مفهومهما. الإيمان هو التصديق والإذعان، الإسلام هو الخضوع والانقياد، مفهومهما مختلفان، لغة مفهومهما مختلفان، هذا متيقن. لكن ما معنى أن الإيمان والإسلام واحد؟ يعني ما صدقا، ما صدقاتهما واحد، يصدقان على شيء واحد. لو صدق إيمان يصدق عليه إسلام، لو صدق على شيء إسلام يصدق عليه الإيمان، يعني لو صدق على شخص أنه مؤمن يصدق عليه أنه مسلم، وعلى العكس لو يصدق على شخص أنه مسلم فيصدق عليه أنه مؤمن أيضا، لا فرق بينهما، لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولا نعني بواحدتهما سوى هذا. نعم، الإيمان والإسلام واحد، ما معنى واحدتهما؟ هذا لا يصح في الشرع الحكم على أحد، هذا في الشرع، أما في اللغة يصدق، في اللغة يصدق، في الشرع لا يصدق. لا يصح الحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم، أو أنه مسلم وليس بمؤمن، هذا لا يصح في الشرع. ثم وظاهر كلام المشايخ أنهم أرادوا عدم تغايرهما، بمعنى أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا الاتحاد بحسب المفهوم لما ذكر في الكفاية من أن الإيمان هو تصديق الله تعالى فيما أخبر به من أوامره ونواهيه، والإسلام هو الانقياد والخضوع لألوهيته تعالى، وذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي. فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكما فلا يتغايران. نعم، وظاهر كلام المشايخ، يعني الذي ذكر الشارح أولا هو ظاهر كلام المشايخ، وظاهر كلام المشايخ أنهم أرادوا عدم تغايرهما، بمعنى أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر. نعم، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا الاتحاد بحسب المفهوم. نعم، فإذا كأن هذا دليل لما ذكر أولا. وبالجملة لا يصح بالشرع الحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم، ماذا دليله؟ دليله ظاهر كلام المشايخ، المشايخ يعني متقدم علماء الماتريدية. نعم، ثم ظاهر كلام المشايخ أنهم أرادوا عدم تغايرهما، يعني هم قالوا الإيمان والإسلام ليسا متغايرين بل متحدان، معناهما أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر، إلا الاتحاد بحسب المفهوم لما ذكر، هذا لا يقول به أحد أنهما متحدان مفهوما لما ذكر في الكفاية، يعني ذكر في الكفاية مفهومهما بالاختلاف بينهما، هكذا ذكر. فإذا ينبغي أن يكون معنى اتحادهما عندهم عدم انفكاك أحدهما عن الآخر. نعم، من أن الإيمان، هذا ذكر في الكفاية، من أن الإيمان هو تصديق الله تعالى فيما أخبر به من أوامره ونواهيه،
تصديق الله تعالى يصدق الله هذا بواسطة تصديق الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. والإسلام من أن الإسلام هو الانقياد والخضوع، فإذا مفهومهما مختلفان، أول تصديق ثاني انقياد. نعم الخضوع لألوهيته تعالى، وذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي. هذا يعني الانقياد والخضوع لألوهيته تعالى بأي شيء يتحقق ويوجد في الخارج بقبول الأمر والنهي. إذن لو قبل أوامره ونواهيه فمعناه أنه صدقه فيما أخبر به من أوامره ونواهيه، فإذن مفهوما مختلفان لكن ما صدقا يتحدان. فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكما، إذن يكون معناه لا يصح في الشرع الحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم وعلى العكس، فلا يتغايران حكما، لا يتغايران شرعا، لا يتغايران. ومن أثبت التغاير يقال له، بعض الناس أثبتوا التغاير بين الإيمان والإسلام شرعا، هم نظروا إلى ظاهر بعض الآيات كما سيأتي الإيراد بها والجواب عنها. مثلا قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا ظاهره يدل على التغاير بين الإيمان والإسلام. هكذا بعض الأحاديث أيضا ظاهره يدل على التغاير، فقال بعض العلماء أنهما متغايران شرعا، فإذن يجوز يصح الحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم، كذلك يجوز على العكس يصح الحكم على أحد بأنه مسلم وليس بمؤمن، هكذا هم ادعوا بناء على تغايرهما. فإذن من أثبت التغاير يقال له، يعني يعترض عليه على مطلوبه، ما حكم من آمن ولم يسلم؟ ممكن هو يقول هذا فلان مؤمن وليس بمسلم، نسأله ماذا حكمه؟ وكذلك على العكس أو أسلم ولم يؤمن، رجل مسلم وليس بمؤمن ماذا حكمه؟ فإن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر منهما وبها ونعمت. فإن استطاع هذا القائل الذي يقول بالتغاير بين الإيمان والإسلام لو أثبت لأحدهما، أحدهما يعني من آمن ولم يسلم أو من أسلم ولم يؤمن، حكما ليس بثابت للآخر، لأنه هو أثبت حكما لمن آمن ولم يسلم، ولا يثبت هذا الحكم لمن أسلم ولم يؤمن أو على العكس، فبما ونعمت، يعني فهذه المقولة نعمت المقولات، نعم فبها ونعمت. ولكن هو لا يستطيع، لكن هو لا يستطيع من آمن ولم يسلم أو لا أسلم ولم يؤمن وليس بمؤمن عند الله تعالى، ليس بداخل الجنة بل هو داخل في النار، خالد في النار، نعم ثم عنده أيضا، ولا يثبت هكذا حكما متغايرا لمؤمن غير مسلم لمسلم غير مؤمن، بل يقول بالتغاير بل بين الإيمان والإسلام فقط. لذلك هو قال بالتعريض هذا، بالتعريض عن عجزه عن الجواب عن هذا السؤال، وإلا فقد ظهر بطلان قوله. نعم فإن لم يستطع، ولا يستطيع، لم يثبت هكذا هؤلاء القائلون حكما، فهذا ظهر بطلان قوله. فإن قيل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذه معارضة في المطلوب، المطلوب يعني الاتحاد بين الإيمان والإسلام، فهذا القول قوله تعالى يدل ظاهره على التغاير بين الإيمان والإسلام. الأعراب قالوا آمنا لكن الله تعالى أنكر عليهم
قل لا لن تؤمنوا، هم ما آمنوا ولكن قولوا أسلمنا، صريح في تحقيق الإسلام بدون الإيمان. هذا القول صريح أنه يتحقق الإسلام بدون الإيمان، يعني ينفك أحدهما عن الآخر. كذلك يصح الحكم على هؤلاء الأعراب أنهم مسلمون وليس بمؤمنين، هم مسلمون وليس بمؤمنين، هكذا يقتضي هذه الآية. نعم. فالجواب ماذا؟ قلنا المراد به أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان، وهو في الآية بمعنى الانقياد الظاهري من غير انقياد الباطني، بمنزلة المتلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق في باب الإيمان. نعم. إذن والذي سبق من أن الإيمان والإسلام واحد، هذا إيمان إسلام شرعيان، شرعيان. أما في هذه الآية الإسلام بمعناه اللغوي، قولوا أسلمنا، هذا الإسلام اللغوي ليس الشرعي، هذا هو الجواب. الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان، وهو في الآية، وهو يعني الإسلام في الآية بمعنى الانقياد الظاهري معناه اللغوي من غير انقياد الباطني. لو كان انقياد الباطن فتم إيمانه، لكن باطن لم ينقاد، لذلك هو ليس بمؤمن. هذا بمنزلة المتلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق في باب الإيمان، يعني هذا منافق ويعتبر مسلما ظاهرا، لكن هو ليس بمسلم عند الله تعالى، ليس بمسلم شرعي في الشرع حقيقة. هذا هو. نعم. صرحه قال إسام الدين في الجواب عن هذا الإشكال: وغاية التوجيه في دفع هذا الاستدلال أن يقال فرق بين الإيمان والإسلام لغة، لأن الإيمان هو التصديق والإسلام الانقياد، ومن الانقياد انقياد الظاهر، فآمنا كذب صرف صرف بخلاف أسلمنا. فإذن هم قالوا آمنا، هذا كذب محض، لماذا؟ لم يكن منهم انقياد باطن، هذا هو التصديق، هذا هو اللذعان، هذا هو الإيمان، لم يكن. لكن قولهم أسلمنا هذا ليس كذبا محلا، لماذا؟ فإن له محمل صدق، محمل صدق، يعني هم يتلفظون بكلمتي الشهادة، فإذن من جانبهم انقياد ظاهر هكذا. فأمر الله تعالى ألا يقولوا آمنا، وأشار إلى أنه كذب محض بقوله تعالى قل لم تؤمنوا، وأمرهم بيقولوا ما له وجه صدق، والحق أن الآية ظاهرة في المغايرة، والاستدلال بها على المغايرة قوي. وقال هكذا أخيرا، لكن هذا ليس كذلك. نعم. على التغاير، لكن هذا التغاير ليس يعني التغاير الشرعية بين الإيمان والإسلام. ثم بعده فإن قيل، ثم معارضة أخرى، هذا معارضة في المقدمة. فإن قيل قوله عليه السلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، دليل على أن الإسلام هو الأعمال التصديق القلبي. ليس هذا التصديق القلبي. قلنا ما هو الجواب؟
المراد أن ثمرات الإسلام وعلاماته ذلك، كما قال عليه السلام لقوم وفدوا عليه: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن دعوت من المغنم الخمسا. وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم، الإسلام هو الانقياد، الإيمان التصديق، هذا هو مقدمة. ثم الإذعان، فإذن حقيقة نعم، فإذن هذا الحديث يدل على أن الإسلام يعني الإسلام دليل على أن الإسلام هو الأعمال فقط لا التصديق القلبي. لماذا لم يذكر في بيان الإسلام هذا التصديق، بل قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هذا يكون باللسان، الإقرار باللسان، ثم الصلاة والزكاة والصوم والحج، كذا كذا، كل من الأعمال، ليس هناك ذكر التصديق القلبي. فإذن هذا دليل على أن الإسلام هو الأعمال، يعني الإيمان والإسلام يتغايران، يعني الإسلام أعمال فقط، الإيمان هو التصديق. فإذن يصح أن يقال أو أن يحكم على فلان، على شخص، أنه مسلم غير مؤمن، أو مؤمن أو غير مسلم، هكذا يصح. قلنا: المراد أن ثمرات الإسلام وعلاماته ذلك. نعم، هذا البيان في الحديث الإسلام عند شهد، هذا ثمرة الإسلام، علامة الإسلام. أما الإسلام هو الانقياد والخضوع الباطن، لو كان باطنا فيتحد مع معنى الإيمان. نعم، هذه علاماته. وكذلك ورد يعني الإيمان أيضا. نعم، قوم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. فإذن هذا بيان الإيمان بنفس الجواب، هذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان، هكذا الإيمان. إذن هل هو إيمان؟ لا، الإيمان يعني التصديق، تصديق الإذعان، هذا هو الإيمان. ومع ذلك هذا الجواب يعني هذا ثمرة الإيمان، علاماته الانقياد الباطن، يعني الإسلام هو يكون في القلب، الإيمان التصديق هو أيضا في القلب، هذا لا يطلع عليه، ويظهر لهذا الانقياد والتصديق علامات. ما هذه العلامات؟ وهذه يعني هو يتلفظ بالشهادتين، ويقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، هكذا يصوم رمضان. نعم، وكذلك حديث آخر أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هل هذان الحديثان يدلان على أن الإيمان عمل؟ هل يقول به الخصم؟ لا. نعم، فإذن في هذين الحديثين بين ثمرة الإيمان، كما بين في الحديث الأول ثمرة الإسلام، الإيمان والإسلام واحد، وثمراتهما أيضا واحد، ثمراتهما أيضا واحد. نعم، ثم مثلا: وإذا وجد من العبد التصديق، وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار، صح له أن يقول: أنا مؤمن حقا، ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. وهذه مسألة أخرى فيها اختلاف بين الأشاعرة والماتريدية، هذه المسألة اختلاف فيها بين الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة قالوا: يجوز أن يقال، يصح أن يقال: أنا مؤمن إن شاء الله. والماتريدية قالوا: هذا لا يصح.
نعم. ثم في هذه المسألة الخلاف لفظي، لماذا صرح محقق المذهبين، محقق الماتريدية كذلك محقق الأشاعرة، قالوا لو قال إن شاء الله على وجه التعليق فلا يصح إيمانه، إن شاء الله لو كان الشرط للتعليق فلا يصح إيمانه، لو كان للتبرك يصح، يصح عند الماتريدية وعند الأشاعرة، لو كان للتعليق لا يصح عند الأشاعرة ولا عند الماتريدية. فإذا لماذا قال المصنف هكذا؟ لا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله بدون ذاك التفصيل، يعني هل هو للتعليق أو للتبرك، يعني هذا يوهم، إن شاء الله هذا أداة للشرط، فإذا يوهم، لذلك الحذر من ذلك القول. نعم. فإذا وجد من العبد التصديق والإقرار باللسان صح، والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حقا لتحقق الإيمان له. نعم. حقا يعني ما تحقق في الخارج، فإذا تحقق له هذا، ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة. نعم. الشك في الإيمان كفر والعياذ بالله، وإن كان للتعذب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى أو للشك في العاقبة والمآل لا في الآن والحال، أو للتبرك بذكر الله تعالى أو التبري عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله فالأولى تركه. نعم. يمكن أن يؤول صحة هذا القول، أنا مؤمن إن شاء الله، صحة هذا القول يمكن أن يؤول بأن قوله إن شاء الله للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى أو للشك في العاقبة، ماذا يكون عاقبته، ويشك ويتردد يخاف، لذلك قال إن شاء الله، يعني أنا أموت مؤمنا إن شاء الله، أنا أموت مؤمنا إن شاء الله، هذا معناه. والمآل ثم أو التبرك بذكر الله تعالى أو التبري عن تزكية نفسه، وهكذا يمكن أن يؤول يوجه صحة هذا القول فيقول فالأولى تركه. لماذا؟ لما أنه يوهم بالشك، هذا ظاهره يعني الشك والتردد والتعليق، فهذا كفر، فإذا ما يوهم الكفر ينبغي أن يترك. نعم. ولهذا قال ولا ينبغي دون أن يقول لا يجوز، يعني مصنف عبر بقوله ولا ينبغي أن يقول نظرا إلى الاحتمالين، لو كان هذا للتعليق فهو كفر لا يجوز أن يقول، ثم لو لم يكن للتعليق فتركه أولى. نعم. لشمول هذين الاحتمالين عبر بقوله لا ينبغي دون أن يقول لا يصح، لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز كيف، وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين، وليس هذا مثل قولك. نعم. ذهب إليه السلف من الصحابة والتابعين، ذهب إليه يعني ذهب إلى الجواز، لو لم يكن للشك يجوز، وهذا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، وليس هذا مثل قولك أنا شاب إن شاء الله، لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل، ولا مما يحصل به تزكية النفس والإعجاب، بل مثل قولك أنا زاهد متق إن شاء الله، يعني من جوز هذا القول قال إن نظيره قوله أنا مؤمن إن شاء الله، أنا شاب إن شاء الله، هكذا قال المجوز، إذن ردا عليه هو قال هذا ليس مثل ذلك، لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة بخلاف الإيمان، الإيمان من الأفعال المكتسبة ومن الأمور المأمورة مأمور بها، أمر الله سبحانه وتعالى عباده به، الشباب ليس كذلك، ثم ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة،
لو كان التأويل أن هذا القبر نظرا إلى العاقبة فقوله أنا شاب إن شاء الله ليس من نظيره، لماذا الشباب لا يبقى عليه في العاقبة والمآل، ولا مما يحصل به تزكية النفس والإعجاب بخلاف أنا مؤمن، بل مثل قولك، بل مثل قولك يعني ليس مثل قولي أنا شاب إن شاء الله، ليس هذا مثل قولك أنا شاب إن شاء الله، بل مثل قولك أنا زاهد متق، متق صاحب التقوى إن شاء الله، يعني هذا من المكتسب، وكذلك يخاف عاقبته، وكذلك يحصل به تزكية النفس وهكذا. فإذا تركه أولى، ترك قوله أنا زاهد متق إن شاء الله. وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر، لكن التصديق بنفسه قابل للشدة والضعف، وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إنما هو في مشيئة الله تعالى. لأجل ذلك قال البعض لا يجوز أن يقول أنا مؤمن حقا، أن ذكر في المتن مسألتين، هل يجوز أو ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، كذلك هل يجوز له أن يقول أنا مؤمن حقا. فإذا في الطرفين خلاف، أولا بين الخلاف يعني في الطرف الثاني، ثم الشارح يبين الخلاف في الطرف الأول، أنا مؤمن حقا نعم لتحقق الإيمان به. وهنا ذهب بعض المحققين إلى أن العاصل للعبد وحقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر فقط، وخرج عن الكفر ودخل في الإيمان، لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف، التصديق يقبل الشدة والضعف يزيد وينقص كما ذكرنا سابقا في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، الذي يشار إليه بهذا القول الإيمان الحق، وهذا التصديق الكامل المنجي إنما هو في مشيئة الله تعالى. لأجل ذلك لا يجوز أن يقول أنا مؤمن حقا، لا يجوز أن يقول أنا مؤمن حقا، لا يجوز. لماذا؟ هذا الإيمان هو الإيمان الكامل، التصديق الكامل هو الذي ينجي، هو في مشيئة الله تعالى. ولما نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصيح أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله بناء على أن العبرة بالإيمان والكفر والسعادة والشقاوة بالخاتمة، ذلك معناه أنا أموت مؤمنا إن شاء الله، معناه هذا، هكذا قال بعض الأشاعرة، حتى أن المؤمن السعيد من مات على الإيمان وإن كان طول عمره على الكفر والعصيان، ثم وأن الكافر الشقي من مات على الكفر نعوذ بالله وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة، على ما أشار يشير إليه بقوله تعالى في حق إبليس وكان من الكافرين، نعم وكان من الكافرين، نعم. فإذا وكان طول عمره على التصديق والطاعة ثم بعد ذلك مات على الكفر هو كافر شقي، وبقوله عليه السلام السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، أشار إلى إبطال ذلك بقوله والسعيد قد يشقى والشقي قد يسعد، والتغيير يكون على السعادة والشقاوة دون للسعاد والإشقاء وهما من صفات الله تعالى، ولا تغير على الله تعالى ولا على صفاته، نعم. فإذا هذا القول، ولما نقل عن بعض الأشاعرة، هذا توطية لقول المصنف والسعيد قد يشقى والشقي
قد يساعده. بعد الأشاعرة ينقل عنه ماذا؟ يسير أيوه أنا مؤمن إن شاء الله. بناء أن لأن اللي برد في الإيمان والكفر أضاف إليه يعني مسألة السعادة والشقاوة إليه. السعادة والشقاوة بالخاتمة. نعم. فإذا المؤمن السعيد من مات على الإيمان. طول عمره ممكن هو كان على الكفر والنسيان، ثم بعد ذلك آمن بالله تعالى وأطاع الله سبحانه وتعالى، صار مؤمنا سعيدا، هكذا حصل له التصديق الكامل المنجي. وأن الكافر الشقي من مات على الكفر، ونعوذ بالله، وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة، يعني أولا كان هكذا رجلا مؤمنا يطيع الله تعالى، هكذا كان مطيعا، أخيرا ارتد والعياذ بالله على ما أشير إليه بقوله تعالى في حق إبليس، وكان من الكافرين، وكان من الكافرين، وبقوله تعالى وبقوله عليه السلام السعيد من سعيد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، يعني وكان من الكافرين، هذا إبليس كان في أول أمره مؤمنا مصدقا مطيعا هكذا، لكن هو مكتوب في الكافرين من جملة الكافرين، لذلك يموت كافرا. نعم. كذلك السعيد من سعيد في بطن أمه، يعني عندما يملي 4 أشهر للنطفة للعلقة أو النطفة، يعني بعد العلاقة. نعم. يكتب هناك هل هو سعيد أو شقي، فإن لو كتب أنه سعيد هو سعيد، هذا نظرا إلى خاتمته يكتب، وكذلك نظرا إلى خاتمته يكتب هل هو شقي، لو كتب شقي فهو شقي. نعم. هذا يعني سبق أن بينا في مسألة الكسب والاختيار، هذه الكتابة ليس مجبرة، ليست مجبرة على الشقاوة السعادة هكذا، بل الله تعالى يعلم سابقا هل يختار هذا العبد الإيمان وأعمال السعادة فيكتب أنه سعيد، وكذلك الله تعالى يعلم سابقا هل يكفر بالله تعالى أو يعصي الله تعالى فكذلك يكتب، يعني ماذا يختار وماذا يكتسب، أول عمره، وسط عمره، آخر عمره، يعني ماذا يكون على أي حال يكون موته، كل ذلك الله تعالى يعلم سابقا، فنظرا إلى ذلك العلم السابق هو يكتب، ليس هناك إجبار بالكتابة. نعم. فإذا قال أشار إلى إبطال ذلك بقوله والسعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيمان نعوذ بالله، فإذا هذا كان سعيدا، يعني حينما كان مؤمنا ومطيعا كان سعيدا، ثم ارتد والعياذ بالله صار شقيا، والشقي قد يسعد بأن يؤمن بعد الكفر، حينما كان كافرا هو شقي، ثم حينما آمن صار سعيدا، هذا مذهب الماتريدية. والتغيير يكون على السعادة والشقاوة، يعني هنا إشقال، فإذا هذا إسعاد وإشقاء، وهو عند الماتريدية مما يصدر من صفة التكوين، التكوين عندهم صفة حقيقية، هذا صفة لا يكون فيه تغير، لا تتغير صفات الله تعالى، فإذا هذا يقتضي أنه يكون هناك تغير في الإسعاد والإشقاء، فإذا يكون تغير في التكوين، لذلك قال هذا تغيير لا يكون يعني في الإسعاد والإشقاء، بل يكون على السعادة والشقاوة وهما، أي الإسعاد والإشقاء، يعني التكوين لو كان أثره سعادة فهو إسعاد، لو كان أثر التكوين شقاوة فهو إشقاء، وهما من صفات الله تعالى، لما أن الإسعاد تكوين السعادة والإشقاء تكوين السعادة، ولا تغير على الله تعالى ولا على صفاته، لما مر من أن القديم لا يكون محلا للحوادث، لذلك لا تغير على الله تعالى، ثم هذه صفات قديمة فإذا هي لا تتغير، والحق أنه لا خلاف في المعنى. نعم، هكذا
ردا على بعض الأشاعرة قال المصنف هذا، لكن هنا هذا لفظ خلاف لفظي، هكذا يقول الشارح ويجمع بين الرأيين. والحق أنه لا خلاف في المعنى، لأنه إن نريد بالإيمان والسعادة مجرد حصول المعنى فهو حاصل في الحال، وإن نريد به ما يترتب عليه النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله تعالى لا قطع بحصوله في الحال. يعني رجل حينما يكون مؤمنا لو نسمي عليه سعيدا نسميه سعيدا لحصول الإيمان، لكن هل يحصل له ما يترتب على الإيمان؟ هذا ليس بمتيقن. بل لو مات على الإيمان سعيدا يكون يترتب عليه ثمرات الإيمان من دخول الجنة كذا كذا وهذا، لا قطع بحصوله في الحال. فمن قطع بالحصول أراد الأول، ومن فضل إلى المشيئة أراد الثانية. نعم. ثم مسألة أخرى، إرسال الرسل مصالحه كذا. نختم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعليه. اللهم اغفر لنا ما أخطينا وما تعمدنا وما أنت أعلم به منا، إن أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. العسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.